لكن في هذا الباب يمكن طرح مجموعة من الأسئلة. واش هذا التقويم التشخيصي عنده أهمية كبيرة في النجاح ديال الأستاذ المتدرب أو لا؟ واش عنده علاقة بداك الامتحانات ديال المجزوءات أو لا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. مرحبا بكم عزيزاتي الكريمات أعزائي الكرام في فيديو جديد على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. مرحبا بكل أستاذ وأستاذة كيتابع قناة تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. أساتذة المتدربين بالمراكز الجهوية مقبلون ومقبلات على التقويم التشخيصي بالمراكز الجهوية. إذن هذا الفيديو كيهم كل الأساتذة والأستاذات المتدربين بالمراكز الجهوية الناجحين والناجحات في مباراة توظيف الأساتذة أطر الأكاديميات فوج 2021. بقوا معايا باش نعرفوا المحتوى ديال هذا الفيديو، وكنتمنى أنكم تشتركوا في القناة وتضغطوا على زر الجرس باش يبقوا يوصلكم جميع الفيديوهات ديال القناة، ومرحبا بكم. إذن على مستوى الممارسة البيداغوجية يتحدد مفهوم التقويم في كونه، إذا احنا كنعرفوا المفهوم ديال التقويم، إذا التقويم هو سيرورة منهجية تتوخى تقدير التحصيل الدراسي لشخص معين، يعني هو واحد السيرورة الهدف ديالو هو التحصيل الدراسي ديال واحد شخص معين أو متعلم معين، وتشخيص صعوباته، صعوبات التعلم التي تعيق تعلمه، وذلك بهدف إصدار الحكم المناسب واتخاذ أفضل القرارات المتعلقة بتخطيط المستقبل الدراسي للمتعلم. إذن التقويم المفهوم ديالو هو واحد السيرورة تتوخى التحصيل الدراسي لواحد الشخص معين، متعلم كان أو متدربا، كيهدف إلى تشخيص الصعوبات لإصدار الحكم المناسب واتخاذ أفضل القرارات المتعلقة بتخطيط المستقبل الدراسي لواحد المتدرب ولا واحد المتعلم. إذن هذا هو المفهوم ديال التقويم، عنده ثلاثة ديال الأنواع. إذا يمكن تحديد أنماط التقويم باعتبار سيرورته الزمنية في ثلاثة أصناف. الصنف الأول هو التقويم التشخيصي، هو اللي كيهمنا، ويسمى كذلك التقويم القبلي أو تقويم الانطلاقة، وهو تقويم يتم عادة قبل بداية العملية التعليمية التعلمية. صدق هذا التقويم هذا كنديروه للتلاميذ ولا كنديروه للمتدربين قبل ما نبداو معاهم تلقين الدروس، قبل ما نبداو الدروس ونبداو الأنشطة إلى غير ذلك، ويسعى إلى التعرف على مستوى التلاميذ وحاجاتهم. هذا التقويم الهدف منه أننا نعرف المستوى ديال كل تلميذ والحاجات ديالو في كل مادة دراسية أو مستوى معين، لأخذه بعين الاعتبار في التخطيط للدروس والتعلمات اللاحقة. إذن وبناء على نتائج هذا التقويم التشخيصي كان بني الدروس ديالي، مثلا عندي مستوى ديال التلاميذ مستوى ناقص، كندير الدروس ديالي وفق ذاك المستوى، إلا كان المستوى ديالهم مزيان كندير الدروس ديالي وفق المستوى ديالهم. نفس الشيء بالنسبة للأساتذة المتدربين، التقويم التشخيصي كيشوف المستوى ديالهم وكيعطي فكرة على النوع ديال التكوين اللي خصو يدار لهم. باء كاين التقويم التكويني ويسمى ايضا التقويم التدرجي، هذا تقويم كيكون خلال العملية التعليمية التعلمية، يعني اثناء العملية التعليمية التعلمية، ويمكن ان يتم كذلك بعد الانتهاء من درس او من وحدة تعليمية معينة على عكس ما يعتقد البعض. اذا ممكن يكون اثناء عملية تعليمية تعلمية او لا بعد الانتهاء، فهو يتخلل عملية التدريس بهدف توجيه تحصيل المتعلمين في الاتجاه الصحيح وتحديد جوانب القوة لتعزيزها ومواطن الضعف لمعالجتها. اذا التقويم التكويني كيكون اثناء العملية التعليمية التعلمية، والهدف منه توجيه تحصيل المتعلمين في الاتجاه الصحيح، وكذلك تحديد جوانب القوة باش نعزوا هذه القوة ومواطن الضعف باش نعالجوا هذا الضعف هذا. ثالثا التقويم الإجمالي، ويسمى كذلك التقويم البعدي أو الجزائي أو الختامي. إذا التقويم الإجمالي هو التقويم الختامي اللي كيكون في الآخر، وممكن يكون كذلك تقويم إشهادي، مثلا في المستوى السادس ابتدائي كيكون تقويم إشهادي، يعني هذا التقويم كيكون إجمالي ويتم في نهاية تلك
سلك أو سنة أو أسدس أو فترة معينة. ويهدف هذا النوع من التقويم إلى قياس حصيلة المعارف والكفايات التي اكتسبها المتعلمون. إذا هذا التقويم الإجمالي كيكون عبارة عن تقويم ختامي إشهادي، كيكون إما في نهاية واحد السلك معين، مثلا في نهاية سلك ابتدائي، أو لنهاية سنة معينة، أو نهاية أسدس معين. شنو الهدف منه؟ أننا نقيس الحصيلة ديال المعارف والكفايات، يعني الكفايات الأساسية اللي خص المتعلم تكون عنده. كنقيسوها بناء على ماذا؟ بناء على التقويم الإجمالي والحكم على مستوى المتعلم، وبالتالي اتخاذ القرارات المناسبة بشأن تحصيلهم وتفئهم وانتقائهم إلى مستوى أعلى. دونك هادشي اللي كاين. التقويم التشخيصي كيكون قبل بداية العملية التعليمية التعلمية، التقويم التكويني أثناء العملية التعليمية التعلمية، والتقويم الإجمالي كيكون بعد نهاية العملية التعليمية التعلمية في نهاية سلك معين أو سنة معينة أو أسدس معين لقياس حصيلة المعارف والكفايات التي اكتسبها المتعلم أو المتدرب. إذا التقويم التشخيصي الذي سيجتازه الأستاذ أو الأستاذة المتدربة أو المتدرب بالمراكز الجهوية هو تقويم يهم جميع مواد التكوين. يعني هذا التقويم هذا كيكون فيه جميع مواد التكوين، اللغة العربية، اللغة الفرنسية، العلوم والرياضيات بالنسبة للسلك المزدوج ابتدائي، ومادة التخصص بالنسبة للثانوي بسلكه. إذا هذا التقويم التشخيصي كيهم المواد الأساسية. أنت عندك السلك المزدوج، يعني غادي يديروا لك تقويم تشخيصي في المعارف ديال اللغة العربية، في المعارف ديال اللغة الفرنسية، في المعارف ديال العلوم والرياضيات. أنت عندك التخصص، غادي يديروا لك في مادة التخصص باش يشوفوا المستوى ديالك. مفهوم؟ يكون في بداية فترة التكوين، أي في الأسبوع الأول الخاص بالاستقبال والتقويم التشخيصي. إذا فوقاش كيكون التقويم التشخيصي؟ كيكون في الأسبوع الأول، الأسبوع ديالك الأول في المركز كيتم فيه إجراء تقويم تشخيصي، لأنه أسبوع خاص بالاستقبال والتقويم التشخيصي. إذا هذا التقويم هو اختبار فردي وليس جماعي. إذا هذا التقويم التشخيصي غادي تدوزوه بشكل فردي ماشي جماعي أو لا بينوم، كل واحد غادي يدوز الامتحان ديالو باش يشوفوا المستوى ديال كل أستاذ متدرب أو أستاذة متدربة، المستوى ديالو في المواد الأساسية سواء كان في الابتدائي أو لا في الثانوي بسلكه. لكن في هذا الباب يمكن طرح مجموعة من الأسئلة. واش هذا التقويم التشخيصي عنده أهمية كبيرة في النجاح ديال الأستاذ المتدرب أو لا؟ واش عنده علاقة بداك الامتحانات ديال المجزوءات أو لا؟ واش عنده علاقة بالنجاح النهائي في المراكز الجهوية؟ إذا الجواب هو أن التقويم التشخيصي بالمراكز الجهوية ليس له أهمية في النجاح أو الرسوب، ما عندوش أهمية في النجاح ديال هذا الأستاذ المتدرب أو الأستاذة المتدربة. فائدته تتجلى فقط في معرفة المستوى العام للأساتذة المتدربين. الفائدة ديال هذا التقويم التشخيصي هو أننا نعرفوا المستوى العام ديال هذا الأساتذة المتدربين، ومن ثم مساعدة إدارة المركز على اقتراح آلية مناسبة لتنظيم مجزوءات التكوين. إذا هذا التقويم التشخيصي ما عندوش أهمية في النجاح والرسوب، الفائدة ديالو هي معرفة المستوى العام للأساتذة المتدربين، وهذا المستوى العام للأساتذة المتدربين غادي يساعد الإدارة ديال المركز اللي مكونة من الأساتذة المكونين اللي كيكونوا هاد الأساتذة المتدربين، كتساعدهم على اقتراح واحد الآلية مناسبة لتنظيم مجزوءات التكوين. كيشوفوا على حسب المستوى ديال الاساتذه المتدربين غادي ينظموا داك مجزوءات التكوين اللي تكلمت عليها في الفيديو اللي غادي يظهر لكم الفوق. اذا النماذج السابقه من التقويمات التشخيصيه بالمراكز الجهويه للتربيه والتكوين ستجدونها على حائط صفحتي على الفيسبوك تربويات الاستاذ محمد البخاري. غادي تلقاو في الصفحه ديالي على الفيسبوك تربويات الاستاذ محمد البخاري غادي تلقاو نماذج سابقه من التقويمات التشخيصيه بالمراكز الجهويه للتربيه والتكوين بمختلف المراكز الجهويه وكذلك بمختلف التخصصات. اذا النماذج هما بحال هكا، داكوغ، غادي تلقاوهم في الحائط ديالي في الفيسبوك. اذا هادشي اللي كان عندي في هذا الفيديو، وفقكم الله وسدد خطاكم. قناة تربويات مع الاستاذ محمد البخاري تدعوكم للاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس لكي تصلكم جميع الفيديوهات التي نشتغل عليها. كان معكم الاستاذ محمد البخاري، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.